رسالة من الجالية المغربية في مصر، جالي مسج فويس أنا سمعتها. أنا مش في يعني مش في إيدي حاجة، بس ده كل اللي أقدر يعني أوصله. تعالوا نسمع الرسالة وبعد كده نكمل. خويا احمد زيدان، الله يرحم لك الوالدين. احنا الجاليه المغربيه اللي عايشه في مصر، كلنا مزوجات مصريين، كنا متفقين مع الخطوط الملكيه المغربيه على اساس سيدنا دار لنا داك الخصم باش ننزلوا للمغرب، وكلنا وجدنا حوايجنا وكل شيء. في الاخر يغلقوا لنا كاع الرحلات ويقول لك الحجر الصحي بعد ما كانت مصر في اللائحه الف ولات في اللائحه بي. انا الله يخليك، كنطلبك الله يسترك ويستر عائلتك ويستر لك الزوجه الكريمه. الله يخليك، انت الوحيد اللي تقدر توصل رسالتنا بما انك حد معروف على السوشيال ميديا. الله يرحم لك الوالدين، كنطلبوا الاستغاثه. فزي ما انتوا سمعتوا، يعني انا يعني لو في ايدي حاجه انا ما اقدرش. هي دي قوانين. انا عايز اقول لاي حد في الجاليه المغربيه في مصر، يعني والله على عيني، يعني دي قوانين مغربيه محطوطه. والملك محمد السادس قال البيان بتاعه قبل كده، وقال ايه الاجراءات اللي المفروض تتاخد. الجديد اللي بيحصل ده يعني دي قوانين، ده اللي انا اقدر اقوله لكم. انا واحد عن نفسي مصري عايش في المغرب، والله عايز انزل مصر. وحاجه من الحاجات اللي مخلياني خايف ان انا انزل، اللي هو انا انزل، لان انا هنزل مش هقعد بالزاف، يعني مش هقعد كتير، هنزل وارجع تاني هدخل حجر صحي. فدي حاجه من الحاجات اللي مقعداني برضو، ومش عارف اشوف فيها بلدي ولا اهلي. ف يعني انا مش جاي اغير قوانين، انا مش جاي اغير قوانين، لكن انا كل اللي طالبه لو الرسالة دي او الفيديو ده او حد سمع الفويس بتاع السيدة دي، ف يعني حاولوا توصلوا المسج لحد من المسؤولين، يمكن يكون في حاجات اخف من كده، يكون في مثلا محاولة تانية ان هم يقدروا يدخلوا البلد باجراءات تانية بالتزامات تانية. ف سامحيني او سامحوني انا لو انا ما قدرتش، اصل ده قانون بتاع بلد انا ما اقدرش اتدخل فيه. تمام، انا بعتبر نفسي ابن المغرب، لكن في نفس الوقت برضو خلينا نتكلم بالمعقول. انا ضيف، انا مش جاي اغير قوانين وامشي. فالقوانين بتمشي على ابن البلد وعلى الغريب، على الاجنبي. فأنا هرجع أقول تاني، لو حد من المسؤولين شاف الفيديو ده وسمع الفويس بتاع السيدة، ولو يقدر يعمل يكون في إجراءات يعني خفيفة أقل شوية، الدنيا تتهدى، إن هم إن الدنيا تهدى شوية، إن هم يدخلوا البلاد، لأن هم برضو عايزين يشوف أهاليهم. ف يعني ده اللي اقدر اوصله، ما عنديش كلام اقوله والله. وان شاء الله ترجعوا بلادكم سالمين غانمين ان شاء الله باذن الله، وانا كمان ان شاء الله باذن الله اروح اشوف اهلي واشوف بلادي، نخلص الدنيا دي وربنا يفك عننا الوباء ده، لان الوباء ده على العالم كله مش على المغرب ولا على مصر. و سيبكم، السلام عليكم. آمين. سيدان.